عندك. اللهم ثبت عند المسألة المنطقة ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، والحق بنبينا عليه السلام. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وغل في الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى. اليوم فقدنا واحد صديق عزيز ومنتج فني، سيد المهدي بن الخياط، الله يرحمه ويجعل عليه المغفرة. ولكن أنا بالنسبة لي قبل ما يدخل الميدان الفني هو صديقي، وكبرنا مجموعين وكان طيب العشرة، وما يمكنش تلقى شي حد تسولو لا من الميدان الفني ولا من الناس ديال فاس ولا من الناس دار بيضاء طبعا تقول له المهدي بن الخياط الله يعمرها دار. مشى وخلى واحد الصدى طيب، أثر فينا بزاف لأن ما كناش تنتظرو، ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ وجه الأجل دياله. شكرا لكم. أولا عزاؤنا واحد في خونا وصديقنا مهدي بن الخياط، اللي اليوم أنا ما تنعتبرش راسي صديق ديالي، كنعتبرو خويا الكبير، واللي دوزت معاه مرحلة كبيرة من حياتي لا الشخصية ولا العملية، وكنت يعني قريب ليه دائما، ويعني والحمد لله للناس اللي كيعرفوه من البعيد والقريب كيشهدوا له بالطيبوبه وكيشهدوا له بالاخلاق العاليه. فنتمنوا من الله عز وجل انه يرحمه في هذا النهار ويوليه برحمته ويصبرنا حنايا بعدا، لان فريمون حنا كنا قريبين له بزاف وكنا عايشين معنا. يلاه هذه ما كملاش يومين وانا كنهضر انا وياه، واخا كنا بعد ما كنهضر انا وياه هاد خافيغ لي ريزو سوسيو. فالله يرحمه، الله يرحمه. ورسالة للناس أن الدنيا ما فيهاش ثقة، كما بغيتي تكون صغير كبير فنان ولد الشعب، كما بغيتي تكون راه الموت ما كترحم حتى شي واحد. كان مهدي قدامنا واقف ما فيه حتى شي حاجة، من بعد تقريبا شهر وشوية ها هو ذا تفارقنا للدار الأخيرة. الله يرحمه، الله يرحمه. إن لله وإنا إلى راجعون. رحمه الله، خلى فينا واحد أثر كبير صراحة في صفوف جميع الإخوان ديالو، الأحباب ديالو، الأصدقاء ديالو. صراحة كانت فاجعة، ماشي خسارة في سيدي ربي، الله يرحمه والله يصبر الوليدات ديالو والزوجة ديالو والوالدين ديالو والأصدقاء ديالو، الله يرحمه يا ربي ويحشروا مع الصديقين إن شاء الله والأولياء والصالحين. ورحمك الله خويا مهدي، وما غاديش نساوك أبدا أبدا، الله يرحمك. أنا صراحة الآخر مرة تكلمت مع هذه قبل أسبوع، وطمأني قال لي الحمد لله الامور راني غاديه مزيان، راني كنتعافى، راني كنداوى. ما تنساوناش من خير الدعاء ديالكم، ما بغيناش نزيدوا عاوتاني نبرصطوه مره اخرى. بقينا متبعين الحاله ديالو عن طريق كما كنقول ديزانترميدير اللي كانوا كيبلغونا من الحاله ديالو. كما كنقولوا كانت بشارات خير على ان الامور كانت كتستابيليزا واحد شويه، الا اننا البارح فوجئنا كاملين وتفجعنا كاملين وتفتنا وتفزعنا بداك الخبر ديال الوفاه ديالو. وإنا لله وإنا راجعون، والله يرحمه ورحمك الله خويا مهدي، والله تعالى يرزقك جنة النعيم.